مراسلنا العزيز المتميز دوما حسن غنيمة من الكاميرون. يا حسن صباح الخير عليك، مشرف ومنور. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدينك الكرام. الحقيقه يعني انا سامعك عمال بتتكلم على اختيارات كيروش، الحقيقه احنا كلنا يعني لساننا نشف من كتر هذا الكلام الحقيقه، لدرجه ان انا خلاص انا قررت انسى المراكز الصحيحه للاعبين. الحقيقه انا يعني بشوف محمد صلاح بيلعب في القلب، لا وبشوف هطمنك يا مصطفى حسن، بيلعب حسن ناحيه هطمنك والله، الشناوي النهارده لعب في مركزه يعني الحمد لله. انا كنت خايف على محمد الشناوي يخطفه من حارس المرمى ويلعبه سترايكر. والله اتفضل. انا بقول انا حرفيا انا بدات انسى المراكز الاساسيه، يعني فعلا زي ما انت بتقول الحمد لله ان احنا النهارده محمد الشناوي بيلعب في مركز حراس عشان المرمى، كده الوحيد النهارده لكن اللي لعب مباراه كبيره عشان لعب في مركزه، الوحيد اللي في منتخب مصر لعب مباراه كبيره كان محمد الشناوي عشان لعب في مركزه. ده اتفضل يا حسن. حقيقه، ده حقيقه والله. النهارده يعني مراكز اللعيبه كانت صعبه جدا بشهاده الجميع، حتى بعض افراد الجهاز الفني المساعدين لكيروش. لكن خليني اقول لك يا كريم، النهارده الاجواء بقى والكواليس اللي كانت موجوده النهارده في مدينه جروه الكاميرونيه، يعني زي ما انت كنت بتتكلم على التشكيل واخطاء التشكيل، الجمهور المصري النهارده ال 260 فرد اللي حضروا في رحله يوم واحد عبر طائره دريم لاينر مصر للطيران، الحقيقه كانوا خارجين من ملعب جروه شيطين من اداء منتخبنا الوطني، لدرجه انه يعني الجمهور كان مكانه موجود جنب ممر اللاعبين اللي بيخرج منه اللاعبين والجهاز الفني، واثناء خروج كارلوس كيروش من ملعب المباراه الى ممر غرف اللاعبين يعني دخل في نقاشات حاده مع الجماهير اللي كانت المصريه اللي كانت حاضره النهارده في ملعب رومي دي اجيا في مدينه جروه الكاميرونيه، ورد عليهم كيروش وقال لهم، رد على احد المشجعين وقال له تعال درب انت، وعلى طول وائل جمعه والجهاز الفني الحقيقه شدوا كيروش من ايده ودخل على طول الى ممر غرف اللاعبين. انا ما بخافش بعد يا حسن، المباراه كان انا ليا حسن ما بخافش غير من الجمله دي، دي بتبقى بدايه النهايه دايما. يعني اي مدير فني بيروح يشتبك مع الجماهير ويقول له تعالى درب انت، بعرف على طول ان دي كده الامور بتخلص. يعني ايه اصلا، يعني ايه اصلا تعالى درب انت؟ يعني انت مش عايز الجمهور كمان يبقى متعصب ومتنرفز، انت المفروض يحصل ايه يعني؟ وبعدين انت لما دربت مع كامل الاحترام يعني الكروش، ان انا استيل لحد دلوقتي لحد هذه اللحظه احترمه واتعامل معاه ان هو مدرب كبير لمنتخب مصر، بتاع ايه يعني؟ انت عملت حاجه النهارده عظيمه؟ لا اجي ادرب انا ممكن ابقى احسن عادي يعني. اتفضل. ده حقيقة، وكانت وخاصة كمان يا كريم كلامك صح 1000000%، وخاصة كمان ان النهارده كان موجود فرصة ذهبية ان انت تقدر تكسب منتخب نيجيريا، كان عنده غيابات كتيرة جدا، حتى المنتخب النيجيري النهارده كان في يعني في اقل حالاته، ما نقدرش نقول ان المنتخب النيجيري كان سيل من الهجمات وانه بيلعب بكامل نجومه، لا عشان لا كده لا لا الناس يا حسن، النهارده كانت حسن هختلف معاك معلش شويتين في دي. ده هو المنتخب النيجيري راح علينا بسيل هجمات، ده الماتش يخلص النهارده 3 4 على الاقل، الحمد لله بستر ربنا ومحمد الشناوي كانوا هيخلصوا علينا. يعني المنتخب النيجيري النهارده ظهر بشكل رائع جدا عشان احنا كنا وحشين قوي، لكن لو كنا كويسين كان ممكن نشتغل على المنتخب النيجيري. لما حاولنا نعمل هجمات منظمه كان ممكن يبقى شكلنا محترم عن كده، وكان عنده المنتخب النيجيري ثغره كبيره جدا اسمها الضغط العالي طول ال 90 دقيقه. طول 90 دقيقة دي هو أرهقنا جدا بالضغط العالي، بس احنا لو عرفنا نطلع الكورة صح كنا ممكن نعمل عليها هجمات مرتدة سريعة رائعة جدا في وجود محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه والسرعات اللي عندنا، لكن أصلا ما كناش عارفين نطلع بالكورة. اتفضل. ده حقيقة أتفق معاك جدا، أنا اللي أقصده إن النهاردة كمان المنتخب النيجيري لعبته ما طلعتش ال 100% صح اللي عندها، الحمد يعني لله. كانت بتلعب بنسبة 70% من، يعني كمان كان من كرم ربنا علينا إنه النتيجة طلعت 1-0 بس، لكن المنتخب النيجيري لو لعبته كانت بتطلع ال 100% بتاعتها النهاردة خلال المباراة، كانت أعتقد النتيجة ممكن تزيد غلة الأهداف، وده من ستر ربنا علينا. كريم خليني بقى أطمنك على يعني بعض اصابات منتخبنا الوطني النهارده، اولا احمد فتوح امبارح كان عنده شد في السمانه وشعر كده ببعض الالام، وكده اخذ كان كارلوس كيروش كان حاطه في التشكيل الاساسي، طبعا كيروش طلب منه انه مش هيكون في التشكيل الاساسي لمباراه اليوم، وبالتالي كان احمد فتوح كان صمم انه يشارك بشكل اساسي في المباراه، انه طبعا من اللعيبه الرجاله جدا، وعلى فكره فتوح من اللعيبه اللي ادت النهارده بشكل جيد، ولولا ان هو كان فايق بعض الشيء كان ممكن الامور تفتح في الشوط الاول، لكن اخذ حقنه كورتيزون وحقنه مسكن وبدا بالفعل المباراه النهارده
اساسي، ولكن في نهايه الشوط الاول لا، ما هو في عمل نقطة يا جامب حسن، مع حسن نقطة بعد إذنك، هل فتوح النهاردة شارك وهو مصاب عشان هو كان عايز يلعب؟ ده حقيقه. لا، طب ما ده عيب. امبارح فتوح صم ده حقيقه، فتوح امبارح فتوح من اللعيبه الرجاله اللي عندها اصرار للمشاركه، قال له انا هشارك وانا بقيت كويس وانا خدت الحقنه المسكن والكورتيزون وبقيت كويس، وبالفعل فتوح بدا المباراه. في نهايه الشوط الاول عمل جامب مع احد لاعبي نيجيريا، نزل على الارض، تجددت الالام مره اخرى بقوه واشتكى من السمانه بقوه وطلب من كيروش تغييره، حصل التغيير. لما عمل الاشعه اتضح فعلا انه شد قوي في السمانه، ولكن من المنتظر انه هيستغرق العلاج من 4 لـ5 ايام، ده التشخيص المبدئي للدكتور محمد ابو العلا. يعني ممكن احمد فتوح ما يلحقش المباراه المقبله امام غينيا بيساو، لكن على مباراه السودان هيكون جاهز بشكل كبير جدا. اما بقى عن اكرم توفيق، حتى الان حتى اللحظه اللي بكلمك فيها كريم اصابته ما زالت محيره، ولكن يعني كل المؤشرات دلوقتي بتقول انه يعني قطع كامل في الرباط الصليبي، واتمنى ان يكون التشخيص البدائي ده تشخيص خاطئ، لان الدكتور محمد ابو العلا شاكك في حاجه من الاثنين، يا اما جذع في الرباط الداخلي للركبه او قطع كامل في الرباط الصليبي. بعد المباراه مباشره توجه الدكتور محمد ابو العلا واكرم توفيق من ملعب المباراه في احد السيارات الى احد المستشفيات هنا في مدينه جروه المعتمده من الكاف والفيفا، لكن طبعا المستشفيات هنا متواضعه بشكل كبير والاشعه بتتاخر. يعني حتى الان الدكتور محمد ابو العلا والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني في انتظار الاشعه اللي هتحدد على اساسها الاصابه وتشخيص الاصابه النهائي لاكرم توفيق. لكن اثناء ذهاب الدكتور محمد ابو العلا اتكلمت معاه سريعا، قال لي هو الموضوع بنسبه 85% رباط صليبي، ولكن عشان اتاكد لازم يكون في ايدي الاشعه، ولكننا طبعا بنتمنى انه يكون جذع في الرباط الداخلي للركبه اللي بيستغرق علاجه من 2 لـ3 اسابيع. بمجرد خروج لاعبي منتخبنا الوطني من ملعب المباراه النهارده في جروه اللي كان هناك اكتساح غير مسبوق للجماهير النيجيريه اللي كانت موجوده تقريبا واخده 80% من سعه الاستاد نتيجه لقرب المسافه بين الكاميرون ونيجيريا، كان قدام 260 واحد فقط او فرد فقط من المشجعين المصريين اللي كانوا النهارده احلى حاجه في اليوم الحقيقه، وكانوا مديين روح في المدرجات وكانوا بيجتهدوا ان صوتهم يوصل وسط زخم من الجماهير النيجيريه اللي ما زالت حتى هذه اللحظه اللي بكلمك فيها بتجوب شوارع مدينه جروه الكاميرونيه في احتفالات كبيره جدا، وبيهتفوا هتافات كده باللغه الانجليزيه، يعني مبسوطين وبيقولوا في هتافاتهم ان هم قدروا ان هم يوقفوا خطوره نجمنا المصري محمد صلاح. والهتافات بقى كان فيها مقارنه بين صلاح وما بين مهاجم المنتخب النيجيري احمد موسى، وحتى الان بقى الجماهير النيجيريه مش ساكته بالطبول والمزمار، لان هم من الدول اللي عندهم الطبله والمزمار، يعني حاجه كده تراديشنال خاصه بنيجيريا. لكن بمجرد خروج اللاعبين الحقيقه كانت ليله النهارده ليله حزينه بمعنى الكلمه يا كريم على البعثه المصريه، حاله هجوم داخل معسكر منتخبنا الوطني، لكن بمجرد دخول اللاعبين الى معسكر المنتخب كيروش قرر انه يعمل محاضره فوريه، ولكنها ليست محاضره فنيه الحمد لله، يعني انها مش فنيه، محاضره نفسيه مع اللاعبين، واتكلم معاهم وقال لهم انتوا لعيبه كبار ولازم تصالحوا الجمهور المصري في المباراتين المقبلتين، وان الـ6 نقاط لا يقبلها التهاون، واستشهد في كلامه داخل المحاضره النفسيه مع اللاعبين ان مفاجات البطوله بدات النهارده من مباراه الجزائر وسيراليون، وقال لهم ان المفاجات لن تتوقف حتى نهايه البطوله، وخاصه كمان انه نتيجه مباراه غينيا بيساو والسودان يعني صبت في مصلحتنا النهارده، وبالتالي بس المشكله انه الجمهور المصري بدا يفقد الثقه، يعني احنا زي ما انت كنت بتقول في الانترو احنا يعني يا رب ان شاء الله ان غينيا بيساو تكون في المتناول، لانه الاداء النهارده خلى الجمهور المصري بقى قلقان. ولكن منذ قليل كابتن وائل جمعه طلع في بيان رسمي بيعتذر للجماهير المصريه عن هذا الاداء، وتعهد
مع اللاعبين على مصالحة الجماهير المصرية خلال الأيام المقبلة. كمان اللعيبة النهاردة عملوا ريكفري، ومن المنتظر أن بكرة هيكون في تدريب في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب تدريب سينياج اللي بيبعد حوالي 3 دقائق عن فندق الإقامة. يعني منذ حوالي كمان حوالي ساعة خلاص يعني رجعت الجماهير المصرية عبر طائرة مصر للطيران متجهة إلى مطار القاهرة. نتمنى إن شاء الله تصحيح المسار للمنتخب الوطني الكريم بإذن إن الله. شاء الله. الزميل العزيز حسن غنيمة، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الرسالة المميزة، دوما رائع ومميز كالعادة حسن، بشكرك شكرا جزيلا.